تعليقه على ما على هذا الخطاب؟ مفيش تعليق غير دي، مفيش تعليق اكتر من الجزمة لهذا الخطاب. مفيش تعليق غير كده. يقف علينا رئيس الجمهورية الآن، رئيس الجمهورية السابق، المجنون بالسلطة، المجنون بالقدس، هذا الرجل الملاوع الكذاب الخادع، وتلك الجماعة التي لا تعرف دين. طب خلاص، اشرب ميه. اهدى يا استاذ ايهاب، اهدى يا استاذ ايهاب، مش كويس كده، اهدى. معلش. طب اهدى. هو مش عارف ان هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا قايرك الشاطر، هيتدفن في متر في متر. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش. امي مش عارفين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل. هو اللي بعت لي بريد وبعت لي اوباما ويحتمي بامريكان. هذا الرجل ما فيش راجل قاعد في الدنيا رئيس جمهورية يطلع زعمه يحس انصاره عليه رعب. هو عاوز يقتتل صباحا. كل دم حرام، كل دم في اصل حصل حرام. وصعب لو محمد مرسي عيط طالما يا جماعتي غير ما يمشي محمد مرسي. ما فيش وطن شريف غير ما يخرج في المهديين. احنا لو اردت نخرج الناس للمهدي ما كناش هنعرف نخرجهم زي ما محمد مرسي عمل. ايه اللي عمل ده؟ ايه الجنرال ده؟ دي مؤسسة سبعة طن حضارة، حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكل المصريين لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع، ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات استاذ ايهاب عليه ان هو انا خايفه عليه ان هو استاذ ايهاب، استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطري، عليه ان هو انا خايفه بس عليه يدعو الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت. انا خايفه عليه. ومصر مقبره الارهاب والتطرف، انتهت خلاص. وجنوبه الاسلام عشان انت عندك القلب يا ايهاب. ما شفناش راجل منهم من قاداتهم موجود في الشوارع يطلع هو يا ده. هتموت كده، هتموت كده. هيبقى في مواجهه مين؟ ما يستاهلش والله. هيبقى في مواجهه الجيش والشرطه والشعب. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون عشان خاطر ايه ده؟ ايه ده؟ انا خايفه عليك والله. هو على الدستور وحرسه. ايه ده بس؟ ايه يوم ما عمل ايه على الدستور؟ يا حرام 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 حرام. طب خلاص ممكن تهدى عشان خاطري؟ خمس دقايق صمت. اهدى بس، اصل انا خايفه عليك. مش مستاهله الحكايه. حاجه ما يستاهلش. مش مستاهله. اهدى. طب خلاص، طب خلاص. في العقل وفي والله مرسي ما يستاهل انك تروح فيه. طيب نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع لفاصل. اللي حصل في مصر نطلع بجوي. اطلع لفاصل. اطلع لفاصل. ما يستاهلش تطلع تروح فيه. اللي حصل في مصر. طب اهدى.